اهلا بيكم في فيلم جديد وتلخيصة جديدة. فيلم النهاردة اسمه دراجون نايت، وبنعرف ان احداثه كلها بتدور في مدينة اسمها انجنوث، ومن 200 سنة بيظهر سيد الشياطين في المدينة واسمه ابادون، وبيطلب من شعب المدينة انهم يعبدوه، لكن شعب المدينة بيرفض، فبيدخلوا معاه في حرب لمدة 100 سنة، وبيساعدهم في الحرب دي تنانين، لكن بيقدر ابادون انه ينتصر عليهم ويقتل كل التنانين، وبيسيطر على المدينة كلها، وبيكون لأبادون جيش قوي ضد شعب المدينة. وفي أسطورة بتقول إن في تنين واحد لسه عايش ومستخبي في قلب الجبل، وبنشوف مع بداية الفيلم مجموعة من أهل المدينة قاعدين جوا مطعم، وبيدخل شخص عليهم لابس ملابس فارس، وبيقدر يتعرف عليه الجرسون اللي اسمه إدوين، وبنلاقيه بيرحب بيه وبيقول له إن هو فارس من الفرسان اللي بيحاربوا أبادون واسمه دراجون نايت. لكن فجأة بيدخل جنود الملك وهددوا كل الموجودين، وبيقولوا ليهم انهم بيدوروا على بنت اسمها لوريس إلدون، لكن كلهم بيخافوا يتكلموا، لحد ما مساعد الملك بيمسك صاحبة المطعم وبيهدد انه هيقتلها لو ما قالتش مكان البنت. وفي الوقت ده بتقوم بنت من الموجودين وبتعلن انها لوريس إلدون، وبيقوم مساعد الملك قبض عليها واخدها ومشي هو وباقي الحراس. وبنشوف وقتها دراجون نايت بياخد اكل من المطعم وبيدفع الحساب عادي وبيمشي، وفي طريقه بنلاحظ ان في حد مستخبي وبيراقبه، وفجأة وهو قاعد بيظهر له إدوين اللي بيسأله وبيقول له ليه مرضيش يساعد البنت، فرد عليه وقال له ان لو كان ساعدها كان زمان الحراس قتلوا كل الموجودين، فبيطلب منه إدوين انه يكون مساعد ليه في حربه ضد أبادون، لكن نايت بيتريق عليه لانه لسه عيل صغير، لكن إدوين بيرفض استهزاءه وبيقول له انه ممكن يتدرب على ايده وانه محتاج ينتقم من أبادون، لانه هو عنده 4 سنين دخل جيش أبادون بيته، وقتها طلب منه باباه انه يستخبى بسرعة، لكنه بيقدر يشوف جيش أبادون وهو بيقتل ابوه وامه. وبعد ما نايت بيسمعه بيرفض برضه انه يكون مساعد ليه، وبيقول انه ممكن يفضل معاه لحد الصبح وبعد كده يمشي. وفي الصبح ونايت وإدوين ماشيين، فجأة نايت بيلاقي سهام مضروب عليه، لكن واحد من السهام دي بتصيب إدوين، ووقتها بتظهر محاربة جميلة من جيش أبادون اسمها جيجمان، وبتحاول تقتل نايت، لكن السيف بيقع منها، ولما بيجي نايت يقومها بتفتكر وقتها باباها وهو كان فارس ضد أبادون، ولما بتقوم بتهدد نايت وبتقوله انها اكيد هتقوله وانه لازم يلحق صديقه ويعالجه لان السهم اللي ضربته بيه مسموم. وقتها بيقرر بسرعة نايت انه ياخد إدوين في كهف شكله غريب وبتعيش فيه ساحرة هي الوحيدة اللي تقدر انها تعالجه، وبيطلب منها نايت انها تعالج إدوين من السم، وفعلا بتقدر تعالجه، لكن نايت كان عاوز يمشي. بعدها وقفته الساحرة وقالت له انه مش هيقدر يهزم أبادون من غير مساعدة التنين، وان في تنين مستخبي في جبل وفي خريطة بتوصل لهناك، لكن محدش يعرف مكان الخريطة دي، لكن نايت بيكذب كل كلامها وبيقول لها انه كل ده مش حقيقي وانه محتاج فرسان شجعان يساعدوه في حربه ضد أبادون. والساحرة بترد عليه وتقول له انه ياخد إدوين مساعد ليه وانه له دور كبير لازم انه يعمله، وبيمشي نايت وبيسيب الساحرة. وبعدها بنشوف جيجمان واقفة مع قائد من قادة جيش أبادون وبيهددها انها ما قدرتش تقتل نايت، وبيقولها ان وجوده بيضايق أبادون وانها لازم تقتله، لكن جيجمان بتتضايق وبتقوله انها مش بتاخد اوامر منه، لكن هو بيضربها. وبنشوف بعد كده إدوين وهو مع الساحرة بعد ما تعافى، وبنلاقي الساحرة بتدي لإدوين كرة من النار وبتقوله ده لهيب التنين ولازم يحافظ عليه لانه هيجي وقت وهيحتاجه. وبنشوف نايت وإدوين وهم في طريقهم، وبنلاقي ان جيجمان بتتبعه هي وجنود من جيش أبادون، واول ما بتشوف نايت بنلاقيها هتضرب نايت بالسهم لكنها بتوجهه لقائد جيش أبادون، ومع ذلك مش بتقدر تصيبه وبتضرب الجنود اللي معاه وبتهرب. وفي الوقت ده نايت بيظهر ويقتل شوية من الجنود، لكن واحد منهم بيقدر يوقع منه السيف، واول ما بيجي يقتل نايت بنلاقيه وقع على الارض، وبنلاقي اللي قتله هي جيجمان، وبيهربوا الثلاثة من جنود أبادون. وقتها بيقرر نايت انه لازم يروح للملك ويتفق معاه على حرب ضد أبادون. وبالليل بنلاقي إدوين وهو ماسك السيف وبيحاول انه يتدرب عليه لكنه بيفشل، وبتبص ليه جيجمان وبتقوله انه بريء جدا، وبيقولها نايت انه مصمم على الانتقام لان أبادون قتل عيلته وهو عنده 4 سنين. وفي طريقهم للملك بيقرر نايت انه يمشي من طريق أكامين، لكن جيجمان بترفض وبتقوله انه ممر ضيق اسمه ممر الملعونين، وبتبدأ تحكي حكاية مدينة وأهلها رفضوا يعبدوا أبادون، وفي يوم عرفوا أن جيش أبادون في طريقه ليهم وعرفوا أنه هيقتلهم كلهم وقرروا يسيبوا المدينة ويهربوا وأخدوا طريق أكامين، لكن جنود أبادون عرفوا باللي بيحصل وراحوا وراهم وقتلوا كل الرجالة والستات وضموا الأطفال لجيش أبادون، ومن وقتها والطريق ده ملعون وكل الأرواح اللي موجودة فيه بتسعى أنها تاخد حياتك وتموتك،
لكن نايت برغم كل اللي سمعه بيقرر انه يمشي في الطريق ده. وهما في الطريق ادوين بيسمع حد بينادى عليه، وفي الاول بيحاول يتمالك نفسه وما يتلفتش وراه، لكن الاشباح بتفضل تنادى عليه، وفي الاخر مش بيقدر يقاوم وبيبص ليها وبيفضل مسحور منها لحد ما بتيجي جيجمن وبتنقذه، لكنها في نفس الوقت بتتسحر هي كمان ومش بتقدر تقاوم، وبيحاول ادوين انه ينقذها لحد ما بيقدر، لكنها بتبكي وبتقول ان الشبح ده يبقى مامتها وكان نفسها تروح معاها، وبتحكي لادوين ان مامتها وباباها كانوا من ضمن الناس اللي اتقتلوا في ممر الملعونين، وهي كانت من الاطفال اللي انضموا لجيش ابادون. وتاني يوم بنشوف التلاتة وهم في طريقهم، وفجأة ادوين بيسمع صوت جنود ابادون وبيروح بسرعة يبلغ جيجمن ونايت، وفجأة الجنود بيشوفوهم وبيهربوا منهم، وهم مستخبيين بنشوف جيجمن وهي ماسكة سلسلة قديمة بتطمن انها موجودة، وبيقدروا يهربوا من الجنود ويكملوا في طريقهم. وفي الطريق بيعدوا على بيت وبيلاقوا كل الموجودين مقتولين، وبيقرر نايت انه يروح للملك ويتحد معاه ضد ابادون، لكن جيجمن بترفض تروح معاهم، وبتقول نايت انها معروفة في القصر لانها من جنود ابادون، وبترفض انها تكون سبب في رفض الملك مساعدتهم. ولما بيروح دراجون نايت للملك وبيعرض عليه انهم يحاربوا جيش ابادون، بيرحب ابن الملك جدا بالفكرة، لكن الملك نفسه بيكون عنده رأي تاني، واللي بيساعده على كده المساعد بتاعه، وبيقول انه ما ينفعش يعترضوا طريق ابادون. وكمان الملك بيقول ان ما عندوش القدرة الكافية لمحاربة ابادون، ده غير ان عدد الحراس 100 حارس بس لحماية القصر، ومية تانيين منتشرين في المدينة. وفجأة بيدخل رسول من ابادون بيقدم عرض للملك باخضاع تام لعبادته، وللأسف بنشوف ان الملك بيوافق وبيطلب من الحراس انهم يدخلوا دراجون نايت وادوين للسجن. وفي السجن بنكتشف ان جيجمن ادت السلسلة لادوين لانها خافت تضيع منها، ولما حاول ادوين يفتحها لقى جواها خريطة وفرح جدا، وقال لنايت انها خريطة لمكان التنين. في الوقت ده بنشوف راجل طباعه غريبة جدا موجود معهم في السجن، وبيتكلم بلغة مش مفهومة، واوقات كلامه بيتفهم وبنفهم انه بيحكي عن التنين وبيأكد وجوده وان الخريطة دي اللي هتوصلهم لهناك، وفضل يضحك بطريقة هستيرية. وفجأة بيدخل واحد من الحراس السجن، لكن بنلاقي حد بيقتله. وقتها بنكتشف ان جيجمن جاية تنقذهم، وبيعرض نايت على الرجل الغربي انه يهرب معهم، لكنه بيرفض وبيقول له ان متخفي جوه السجن وانه اذا خرج هيتقتل. وبيهربوا التلاتة وبيفضل الحراس يدوروا عليهم، لكن الملك بيوقفهم ويقول لهم سيبوهم يهربوا. وبيدخل مساعد الملك السجن للراجل الغريب وبيهدده بالقتل، وبيقول انه لازم يقول له على المكان اللي اتفق دراجون نايت انه يروح له، وبيقول انه لازم يسمع كلام ابادون. وبالفعل الراجل بيعرفه ان نايت رايح يبحث عن مكان التنين، وقال له كمان على الخريطة اللي معاه. وبنعرف بعدها ان مساعد الملك خاين، واول ما بيعرف كل المعلومات بيقتل الراجل الغريب. وبعدها بنشوف جيجمن ونايت وادوين وهم في طريقهم، وفي الطريق بدأ ادوين يحكي لجيجمن عن الراجل الغريب في السجن، وانه كان بيوصف مكان التنين، لكنه ما قدرش يفهم كل كلامه، لكن نايت قطعهم وهو متعصب ورفض اي كلام عن التنين، وان الكلام ده كله مش حقيقي، وانه مش هيقدر يساعد ناس رافضين انهم يساعدوا نفسهم. والطريق كان طويل جدا ومتعب، والمية كمان خلصت منهم، وبدأ ادوين انه يفقد الوعي. وقتها جيجمن بتقول نايت انه اكيد عارف المكان كويس، وبتسأله اذا في نهر قريب، وبيقولها نايت ان فعلا في نهر قريب وانه هيسيبها معاه ويروح يجيب مية. ولما بيتأخر نايت بتضطر جيجمن انها تسيب ادوين وتروح تدور على نايت، لكن فجأة بتسمع صوت لجنود ابادون وبترجع بسرعة لادوين، وبتلاقي قائد الجنود ماسك رقبة ادوين وبيهدده انه يقتله اذا جيجمن ما ادتلوش الخريطة. وفجأة بيظهر نايت وبيقتل حارس من الحراس، لكن عددهم كان كبير جدا، واخيرا بيهربوا منهم وبيشوفوا انهم بيهددوا ثلاثة بالقتل. وفجأة بيظهر نايت وبيقتل حارس من الحراس اللي عددهم كان كبير جدا، وحاولوا يهربوا منهم، لكن الجنود بيهددوا انهم هيقتلوهم هم التلاتة، ومن ضمنهم لوريس إلدون، وبيحاول نايت انه يساعدهم، لكن جيجمن بتقول ان عددهم كبير ومستحيل يقدر ينتصر عليهم، لكن نايت بيحاول يحاربهم، وبتحصل مبارزة بين الطرفين، لكن ما قدرتش جيجمن ونايت انهم يغلبوهم، وبيقتل واحد من الحراس لوريس إلدون وواحد تاني كان معاه. وهما بيهربوا من الجنود بتقع جيجمن على الارض وبتقع منها الخريطة، ونجح واحد من الجنود انه ياخد الخريطة من جيجمن بعد ما وقعت منها، واضطروا هما التلاتة للهرب، لكن ادوين بيفاجئهم ان معاه نسخة من الخريطة. وقتها جيجمن بتشكره، وبيقرر نايت انه لازم يدور على التنين، وانه دلوقتي فهم كلام الراجل الغريب، وانه عارف الجبل المفروض يكون التنين مستخبي فيه. وكملوا طريقهم، لكن بيشوفوا كتيبة من جنود ابادون في الطريق لمحاربة الملك،
وبتطلب جيجمن من نايت انها تروح للملك وتحذره، لكن نايت بيرفض خوفا عليها، لكن هي بتطمنه ان عندها قدرة انها تختفي منهم، وفعلا بتروح جيجمن في طريقها لتحذير الملك. وبيكمل نايت وإدوين طريقهم للبحث عن التنين، ولما بتوصل جيجمن للقصر بتدخل على انها معاها رسالة من دراجون نايت، وبيقول فيها للملك ان جيش أبدون في طريقه ليهم، وان في خاين موجود في القصر هو اللي بلغ أبدون، وان الملك ساب إدوين ونايت يهربوا، وان لازم يرتب نفسه ويجهز جيش لمحاربة أبدون. وفعلا بيرتب الملك مع ابنه خطة الحرب ضد أبدون. وبنشوف بعدها نايت وإدوين في طريقهم للتنين، والمسافة كانت طويلة جدا لحد ما نايت لقى جبل كبير وقتها، وقال لإدوين انه ده الجبل اللي مستخبي فيه التنين، لكن بيفضلوا كتير جدا يدوروا على باب او فتحة يدخلوا منها للجبل، لكن نايت بييأس وبيقعد إدوين على الصخرة لانه حس بالجوع، ولما فتح كيس الاكل وبدأ انه ياكل وقع الاكل منه على الارض، ولما بينزل على الارض علشان يجمع الاكل فجأة بنلاقي قدامه باب الجبل، وبيفرح وينادي على نايت، وبيدخلوا للجبل لكن بيشوفوا قدامهم شخص غريب بيحاول انه يسيطر عليهم، وبيدخل نايت وإدوين في حالة ما يقدروش يخرجوا منها، وكمان بيخليهم يفكروا في كل الأفكار السيئة اللي مروا بيها، لكن إدوين بيلاقي الحل في الخلاص من الكائن ده، في انه يفكر في كل الأفكار الكويسة اللي عاشها، وراح لنايت وقال له اطرد كل الأفكار السيئة وفكر في شيء بتحبه. وقتها قدر نايت انه يتغلب على الكائن ده في انه فكر في جيجمن، واختفى فورا الكائن الغريب. وداخل الجبل إدوين لقى سلسلة جيجمن ووقع جنبها جنود من جيش أبدون، وقال له نايت ان اللي قتلهم هو التنين، وفجأة ظهر لهم التنين، وبدأ نايت يتكلم معاه وبيقول له انه هنا مستخبي، وان شعب المدينة كل يوم بيتكلموا عنه ومستنينه، وسألوا انت ليه رافض تساعدهم، وقال له جا دورك دلوقتي علشان تخرج وتحارب أبدون، لكن التنين بيرفض مساعدته، وبيلاقي نايت انه بيضيع وقته معاه، وانه من الافضل يروح لجنود الملك ويحارب معاهم، لكن إدوين بيقول له انه لازم انهم يحاولوا معاه تاني. بنشوف بعدها جندي من جنود أبدون بيظهر فجأة وبيضرب إدوين بالسيف، وبيحاول نايت انه يساعده، لكن بيلاقي ان جرحه خطير وانه مش هيقدر يعمل له حاجة، وبيطلب إدوين منه انه يسيبه ويروح للحرب، وفعلا نايت بيضطر يسيبه. وبعدها بنشوف ساحة المعركة وجنود الملك وجنود أبدون واقفين ومستعدين للقتال، ومعاهم جيجمن، وبيظهر بعدها نايت وبيطلب الملك بدء الحرب، وبيحارب جنود الملك بكل شجاعة، لكن قائد جنود أبدون بيقدر انه يقتل الملك، وبيكون وضع جيشهم في خطر. وقتها بنشوف إدوين في الجبل وبيحاول يتكلم مع التنين علشان يقنعه بمساعدة الشعب، وفي الوقت ده بيفتكر كل كلام الساحرة ليه، وبيطلع من جيبه لهب التنين، وبيقول انه مش رافض يحارب، هو مش قادر. وبنشوفه هو بيدي التنين اللهب، وفي الناحية التانية بنشوف الوضع في الحرب بقى صعب لجيش الملك، وبالأخص بعد قتل الملك، لكن الجنود بتحاول ما تستسلمش، وبنشوف واحد من الجنود بيحاول انه يقتل نايت. في الوقت ده بيظهر التنين وبيحرق جنود أبدون، وبيكسبوا الحرب، وبيقفوا كلهم يقدموا التحية للتنين، وبيشكروا إدوين انه قدر يقنع التنين، وبيقول لهم ابن الملك انهم كسبوا النهاردة الحرب بسبب التنين وشجاعته، وانهم لازم يتحدوا علشان يقدروا يغلبوا أبدون ويطردوه خارج المدينة، وانهم مستحيل هيسمحوا للخوف انه يدخل جواهم مرة تانية، وان الخوف هو اساس الشر، وهو اللي بيسمح للشر انه يتولد من جديد، وان الخوف ده هو اللي بيسمح لأبدون انه يحكمهم، وبكرة هيحققوا النصر عليه. وهنا بيخلص الفيلم، ونشوفكم في تلخيصات تانية جديد.